ثم ذكر حديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. المحتضر الذي تدن ساعته الريح الروح لها أثر في النفس، الروح لها أثر في الجسد، إذا خرجت بدأت تخرج يصيب الإنسان يبوسه، يحشرج الصدر، تيبس الشفتان، يقشعر الجلد، كذلك الأصابع يحدث فيها شيء من اليبوسة. فأحيانا يعني يفضل أن الإنسان يعني يبلل فم الميت الذي يغلب على الظن أنه دنا موته، يعني في حالة الاحتضار، ويذكر بقول لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا على ضربين. الضرب الأول أن يكون الإنسان فيه حدة ويغضب سريعا، فهذا لا تكرر عليه كثيرا خوفا من أن يضجر ويقول كلمة سوء يختم له بها. ومن كان يعلم عنه الدين والتقوى والتلطف في الخطاب فلا بأس أن تكرر عليه. من الذي يلقن الميت؟ المفترض أن الذي يلقنه الإنسان عظيم العلاقة به، الذي جرت العادة أن هذا المحتضر يقبل منه. فالناس أحيانا لا يقبلون من كل أحد، وبعض الناس له علاقة ووشائج خاصة مع بعض أقاربه، مع بعض أصدقائه، مع بعض جيرانه، مع بعض معارفه. المهم ذلك الشخص الذي يشعر الناس أنه قريب جدا من هذا المحتضر هو الأفضل أن يتولى التلقين وأن يقول أمامه يا فلان قل لا إله إلا الله. كما أنه يحسن أن لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. يحسن ونحن عند المحتضر أن نذكره بسعة رحمة الله وبفضله وبعطائه جل وعلا وبما لله جل وعلا من سعة الرحمة، فيكون تذكيرنا له بها مما يجعله يحسن الظن بربه ويثنى عليه ببعض عمله الذي كان قد يعرف عنه. تذكر العام الماضي حججت، العام الماضي تصدقت، العام الماضي أنت أخذت عمرة في رمضان، يذكر بمثل هذا الكلم حتى تطمئن نفسه وتخرج منه أقاويل حسنى، وحتى يحسن الظن بربه جل وعلا، ويكون ذلك أدعى لأن يقبل منا الشهادتين إذا لقيناه إياها، لقناه إياها. هذا ما يتعلق الآن بالميت. الملائكة تكون حاضرة، فلذلك يشرع الدعاء بخير، لأن الملائكة تؤمن على دعاء الناس، الملائكة تؤمن على دعاء الناس الذين يشهدون ذلك الاحتضار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض صاحبه أبو قبضت روح صاحبه أبي سلمة دعا له اللهم اغفر لأبي سلمة في المهديين واخلفه في أهله في عقبه بخير، ودعا له صلى الله عليه وسلم.